استقالة الصادر خطوة تحيطها التكهنات وسط خيارات تؤدي إلى متغيرات مرتقبة، والإطار يكثف اجتماعاته الطارئة لبحث استقالة الكتلة الصدرية. من قانون مجحف بحق الشعب إلى قانون ينصف الطبقة الفقيرة، قانون الدعم الطارئ تغيير جذري يقف خلفه الإطار الشيعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة. استقالة نواب الكتلة الصدرية خلال المرحلة الراهنة كانت قد سجلت لنفسها الحدث الأشد غرابة على الساحة السياسية، فلا يعرف أن الوضع الراهن ما بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية هو ذلك الهدوء الحذر الذي يسبق العاصفة، أم أن الاستقالة الأشهر دوليا هي جاءت كمبادرة لحل الخلافات العالقة والابتعاد عن الصراعات السياسية لخلق مناخ مناسب للمشهد السياسي من الممكن أن يحظى بمتغيرات حقيقية نحو الخروج من الأزمة اللي رافقت العملية السياسية. فتقديم النواب في الكتلة الصدرية استقالاتهم إلى رئاسة البرلمان والموافقة عليها من قبل هيئة الرئاسة كان بمثابة خطوة تدفع باتجاه تكثيف الحراك لقوى الإطار الشيعي والمتمثل بعقد أكثر من اجتماع طارئ لبحث تداعيات استقالة النواب في الكتلة الصدرية اللي امتثلوا لتوجيهات زعيم التيار الصدري في تقديم استقالاتهم. في الجانب الآخر من الحصاد، فإن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي وبعد ما أثير حوله من جدل كبير لما كان يثار حوله من الشبهات، فإن الصياغة الحالية لهذا القانون بعد التعديلات اللي كان يصر عليها الإطار الشيعي، فقد أصبح هذا القانون يلامس حاجة الفقراء والمتعففين. فأبرز بصمة تركها الإطار بخدمة الطبقة الكادحة في هذا القانون هي إعادة ما يقارب 400 مليار دينار لصالح المحافظات المحرومة في وسط وجنوب العراق، وكذلك وضع مبالغ كبيرة في الأموال أو من الأموال اللي خصصت لقانون الدعم الطارئ كتخصيصات مالية لمفسوخة عقودهم بهدف عودتهم للخدمة، كما يحرص الإطار على وضع مبلغ يقدر ب 700 مليار دينار في صندوق الرعاية الاجتماعية ضمن هذا القانون لشمول 100 ألف عائلة جديدة بسلم الرواتب للرعاية الاجتماعية. إذن مشاهدينا، في حصادنا لهذه الليلة راح نناقش هذين الملفين الحساسين وتداعياتهم مع ضيوفنا الكرام. تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. من جديد حياكم الله. حراك مكثف لقوى الإطار الشيعي يأتي عقب استقالة السيد الصدر لبحث تداعيات استقالة الكتلة الصدرية من جهة، وتشكيل حكومة شراكة وطنية تخلو من الخلافات من جهة أخرى، بالوقت اللي يأكد به مراقبون للشأن السياسي أن الإطار الشيعي صار من الممكن أن يمثل الكتلة الأكبر بعد خروج الكتلة الصدرية عن العملية السياسية. إذن نفتح أولى ملفات حصادنا لهذه الليلة ضمن هذه التطورات، لكن بعد أن نشاهد التقرير الآتي. من جديد يستأنف الإطار الشيعي حراكه نحو حل الأزمة السياسية التي صار يسودها الغموض على خلفية استقالة نواب الكتلة الصدرية التي تركت وراءها جملة من التساؤلات التي يراد منها معرفة النتائج المترتبة على إثر ترك الساحة السياسية من قبل الصدر، فيما تبقى الأنظار تطلع إلى ما سيطر على المشهد السياسي في ظل تكهنات حول ما سيذهب باتجاهه التيار الصدري الذي ما زال انسحابه من تشكيل العملية السياسية يربك مجريات الأحداث المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة. وهنا جاء الاجتماع الطارئ للإطار الشيعي الذي يبحث من خلاله عن تداعيات استقالة الصدر، ولم يكن مؤكدا فيما إذا كانت هي بمثابة مبادرة لترك الأمر مرهونا بقوى الإطار بتشكيل الحكومة
أم أن هناك تبعات أخرى ستأتي خلافاً لما يراد منه من وضع مخرجات كانت قد عجزت الأطراف السياسية عن الخروج بها خلال الفترة المنصرمة التي شهدت العديد من الخلافات داخل البيوتات السياسية الشيعية والكردية التي كانت قد دخلت على خط الأزمة؟ وعلى غرار ما تبديه القوى السياسية للإطار الشيعي من مبادرات لحل الأزمة، فإن المراقبين للشأن السياسي يرون أن حراك الإطار المكثف بعد ذهاب الصدر نحو المعارضة المرتقبة سيحسم الخلافات ويأخذ بالعملية السياسية إلى بر الأمان، وذلك ما ينتظره الشارع العراقي الذي يبدو أنه قد طفح لديه الكيل من تأخر تشكيل الحكومة، حيث أن ذلك سرعان ما انعكس سلبا على جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية منها. مجددا حياكم الله مشاهدي الاحبه، ورحب بضيوفي الاكارم الاستاذ محمد صادق الهاشمي الباحث في الشان السياسي. حياك الله استاذ محمد، ضيفك الكريم. اهلا وسهلا. وكذلك ارحب بالاستاذ احمد الشريفي الباحث في الشان الامني. حياك الله استاذ احمد، ضيفا كريما. ابدا مع حضرتك استاذ احمد، لما نتحدث وحضرتك دائما لديك مصطلح تكرره، المنتظم السياسي. المنتظم السياسي بعد تغيير هذه المعادلات واختلاف توازنها، خروج الكتلة الصدرية من مجلس النواب، يا ترى ما هو السيناريو المرتقب بعد هذه الخطوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن احنا في إدارة الأزمة لدينا أزمة، ومعنى ذلك أنه من الضروري جدا أن يصار إلى إعادة الحسابات، لا سيما في ظل تحدي يجب أن نضع أمام صانع القرار السياسي ونحذر منه. أنه يوم دخلت داعش قلنا أنه هذه واحدة من سمات حروب الجيل الرابع، وحروب الجيل الرابع كانت تعتمد على جيوش الجوال التي تجتاح الدول وتخترقها من أجل تنفيذ مشروعا ما. بعد النصر الذي تحقق بفضل الله سبحانه وتعالى وبفتوى المرجعية الرشيدة، قلنا فلنكن على مستوى من الحذر، لأن حروب الجيل الخامس قادمة، وإحدى سماتها هي النقمة الجماهيرية، استثمار النقمة الجماهيرية في جعلها مدخلا الى المشاريع الوافده سواء كانت الاقليميه او الدوليه. وبالتالي كنا نامل ان يقرا المنتظم السياسي هذا المعطى قراءه دقيقه ويحسن من ادائه بغيه التصالح بين المنتظم السياسي والراي العام العراقي، حتى نسد الثغرات التي من خلالها ممكن ان تنفذ المشاريع الاقليميه والدوليه. صارت متغيرات بالعمليه السياسيه، شريحه من المستقلين، اكثر من 50 مقعد، بالتالي يعني اكو فريقين، لماذا لم يتم الاتفاق ووصلنا الى مرحله الانسحاب من العمليه السياسيه؟ نعم، بالحقيقه الاختلاف في البرامج، يعني كان يفترض انه احنا في اداره دوله، وكما قلنا في اداره ازمه. نعم. ففي اداره الدوله واداره الازمه يتفق المنتظم السياسي عموما لا سيما الشيعي منه على ثوابت لإدارة الدولة، والتي تقدم المصالح العليا للدولة، الثوابت الوطنية، الإيمان بضرورة تعديل المسار وتبني خيار الإصلاح. أما الإبقاء على مفردة التوافق والمحاصصة من جهة يقابلها الأغلبية وحصل الانشطار في الكتلة الأكبر، علما أنه احنا صورة ذهنية لدى الرأي العام العراقي حاضرة تقول أن التوافق والمحاصصة تعني استمرار عملية الفساد وسوء الإدارة. طيب. وإحنا عندنا مشكلة في أصل المشروع،
المشروع المنطلق كان المستضعفون، فكنا نأمل أن يجري تمكين المبدئيين، وإذا بينا نجد أن مؤسسات الدولة ينخرها الانتهازيين، أصحاب المصالح، المتقلبين، المتلونين، اللي بالحقيقة نصهم كانوا بعثية وركبوا الموجة وأجوا قدموا ولائهم للأحزاب، وبالتالي دخلوا في المنتظم السياسي وعبثوا في المؤسسات وأساءوا إلى الرأي العام، وهم يحملون عناوين إسلامية وهم أبعد ما يكونون عن هذه العناوين الإسلامية. وتجي زعيم الكيان السياسي يبرر أنهم موالين لي وأنهم لا يجادلوني. طيب ما أنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما يمتلك من قدرات وبما يمتلك من تمكين إلهي ووضع الشورى كأساس ومبدأ في إدارة النكب، فأصغرنا من نحذركم على أقل تقدير، زهدنا بالدنيا وما فيها، ولكن من نحذركم على أقل تقدير أقبلوا التحذير خشية من أن نقع في المحذور وقد وقعنا فيه. طيب في النموذجين تفضلت به حضرتك، جوت الحب بحضرتك أستاذ محمد، نتحدث أو يتحدث ضيفي الكريم السيد أحمد الشريفي حول الأغلبية والتوافقية، بالتالي وصلنا إلى هذه المرحلة، اليوم هناك اجتماع طارئ للإطار الشيعي حول تداول ودراسة تداعيات المرحلة الراهنة، ترى ما الذي تمخض عن هذا الاجتماع؟ شوف أنا شخصيا أتحدث الآن وسابقا ورأي هذا اللي ثابت عليه، مشكلتنا صح أن نريد إجماع شيعي كما يوجد إجماع سني وإجماع كردي في تقرير مصالحهم وتكون كتلة أكبر، هذا متفقين عليه، ولكن مو مشكلتنا هنا فقط، يعني هذا مو نهاية المشاكل، وهذه هي كما يصورها البعض أن هي نقطة الخلاف اللي عدة تنتهي الأمور وتبدأ بها المشكلات. يا جماعة الخير، مشكلتنا سواء الكتلة الأكبر أو الأصغر أو اتفاق كتلتين كما في 2018 الفتح ووتر، هي المشكلة المزمنة اللي تكمن في ثلاث نقاط. النقطة الأولى الخدمات، الخدمات بكل معناها، وهذه مشكلة نبهت عنها المرجعية، مجلدات عندي من خطب المرجعية، من أقرأ ألقى المادة الأساسية التي تحدث عن المرجع في كل خطبه من 2005 إلى الآن، موضوع الفساد اللي يتعلق بمواطن يريد أكل ويريد شرب ويريد صحة ويريد إلى آخره. هذه النقطة الأولى. هذه النقطة الأولى. أنا ما سمعت، أتكلم بصراحة كمحلل حيادي بينما بين الله بدون ميل لأحد على أحد، أن أنت تتكلم على كتلة أكبر وذاك يريد أقل، وهل الحكي هذا هو من برنامجكم الخدمي؟ ما قدمتوه، ما طرحتوه في هذه المرحلة، علما كل مشاكلنا هي هذه القضية. القضية الثانية، نحن مثل ما تفضل السيد الشريفي، مشكلتنا الثانية لا يوجد سعي لدى الكتل أو الأحزاب أو التحالفات يعني لبناء الدولة، نأسس دولة يا أخوان، دولة إلها مؤسساتها وإلها وزاراتها وتنتظم جميعها بمنظومة واحدة. أول هذه المنظومات معنى الدولة هو احترام الدستور بدون تجاذبات. أما إذا تتحول الدولة إلى حصص تحفظ كل منها كل من الأحزاب مصالحها، وزاراتها، مشاريعها واستثماراتها، أنت عملت على تفتيت الدولة. فنرجع نقول أنت في موضوع اللي طرحه أقلية ولا أكثرية، أغلبية ولا كذا، الكتلة الأكبر ولا اتفاق كتلي، هذين الشرطين. تسمح لي كمل الثالث، أنت روح إلى ما تمخض عنه، اسمح لي، روح جيب خدمات وروح اتجه إلى الدولة. والقضية الثالثة والمهمة وفي غاية الأهمية، عندنا مشكلة وجودية الآن ظهرت في انتخابات عام 2021، بمعنى أن طرفين الكردين أحدهما يريد يتصدى ويهمش الآخر، خل هاي التعبير واضح عندي، بالشيعي هم هالشكل وفي السني هالشكل. هذه المشاكل الثلاث إن استمرت لا وجود إلى الدولة. نتحدث عن عملية سياسية، ولحد الآن بعد 18 سنة ما تحدثنا عن مؤسسات دولة، بالتالي اليوم لما انسحبت الكتلة الصدرية من مجلس النواب بقي الإطار التنسيقي هو الكتلة الأكثر عددا، نواب بدلاء، واليوم اجتماعات تستمر حول دراسة تداعيات هذه الحالة وإيجاد الحلول. إلى ماذا وصلت هذه الاجتماعات في الإطار الشيعي؟ شوف أكو مشاكل كثيرة تنطرح، أنت الآن في ظل تراكم أزمات من 2005 إلى الآن، وأضيفت إلى الأزمة الحالية من انسحاب التيار الصدري من البرلمان، فهذه الأزمة تضاف إلى الأزمات السابقة،
بالنسبة للإطار حينما يريد يعالج مشكلة. تشرح أولا تشكل الكتلة الأكبر، أنت أمامك محكمة اتحادية تريد حضور الثلثين بالجلسة الأولى والثانية. أنت إلى الآن ضمنت موقف المكون الآخر هو السني مع كل التشظيات الموجودة فيه، أنت ضمنت حلة المشكلة بين الأخوة الكرد بين ريبير وبرهام. من يجيك من ما يجيك على هذا الافتراض الأول؟ اترك التيار الصدري الآن، إذا أردت ما تجي ويا التيار والرجال استقال ومفهوم البيان أو مضمون بيان الهيئة التنسيقية أنه ما أظن باتجاه تشكيل الحكومة، روحوا شكله هذا دستور يسمح لكم، لكن هاي القضية عالجوها، عالجوا قضية أخرى. إذا إجوا وياكم سقوف مطالب هؤلاء شلون راح تعالجون هذه المسألة؟ القضية الأخرى الثالثة وهي المهمة، أن التيار الصدري يبقى في دائرة العزلة أم إلى استحقاقات أخرى في مراحل لاحقة، يتحول إلى تيار مدني، إلى تيار مواجهة، إلى تيار معارضة، إلى تيار كذا؟ ما يمكن يا أخوان للتيار للإطار التنسيقي، خل أقول لك، أن يطرح أي مشروع وأن يمضي به، وإن كان مشروع الذي يجب أن يمضي به هو من يطرحه. طيب إنه لازم أكو تشكيل حكومة، لا بد حكومة بالنتيجة، ولا ننهار، تنهار الدولة، ندخل في فراغ دستوري. لكن تعالوا شلون مع من تتفاهموا لتشكيل حكومة؟ اثنين، ما هي الاستحقاقات التي ستعطونها؟ ثالثا، ما هي الضمانات أن ما تشكلوه من الحكومة أنتوا بيناتكم ما راح تتحاصصون ويندلع الخلاف فيما بينكم؟ طيب. ورابعا، كيف تؤمنون خط الارتباط بين القوى الشيعية والكردية والسنية؟ طيب. بما لا ينتج خلاف يؤدي إلى سقوط الدولة. في هذه الجزئية خليني أرحب بالأستاذ أحمد الهركي الباحث في الشأن السياسي، ينضم معي عبر سكايب. حياك الله أستاذ أحمد، نتحدث عن موقف الاتحاد الوطني الكردستاني في ظل هذه المتغيرات، هل ما زال هو الأقرب إلى الإطار الشيعي وسيذهب مع الإطار تشكيل الكتلة الأكبر؟ تحية لحضرتك والمشاهدين الكرام والضيوف الكرام. الاتحاد الوطني الكردستاني فاعل أساسي في العملية السياسية، وهو منذ بداية الأزمة التي حدثت بعد الانتخابات تشرين الأول من العام الماضي كان موقفه متوازن، يعني لدينا تحالف مع الأخوة في الإطار، ويوم أمس كان هناك اجتماع بين السيد طارق الجلال طلباني وقيادات إطار التنسيقي، ولدينا تفاهمات عميقة. نحن في فترة من الفترات شكلنا ثلث الضامن، والآن نحن أمام بعد استقالة الأخوة بالتيار الصدري أو حسبناها انتخابيا، نحن أمام خارطة انتخابية جديدة. لأن حضرتك تعرف يعني حسب قانون الانتخابات عام 2020، والسيد رئيس مجلس النواب ذكر ذلك أيضا في مؤتمر صحفي في عمان، الخاسرين البدلاء سيكونون من الخاسرين في الدوائر الانتخابية الذي حصلوا على أعلى الأصوات. لو تبقي نظرة على الأسماء، الغالبية هم من الإطار التنسيقي أو المستقلين القريبين من الإطار، لذا نحن نتحدث عن أكثر من 50 إلى 60 مقعد سيتم إضافتها إلى الإطار التنسيقي. لذلك نحن أمام خارطة سياسية جديدة. ما حدث في الأيام السابقة يعني خلق نوع من إعادة الحسابات لجميع الأطراف، التحالف الثلاثي وتحالف إنقاذ وطن أعتقد أنه انتهى عمليا، يعني كان كنا قبل ذلك نتوقع يعني أنه هذا المشروع لا يناسب العراق في المرحلة الحالية، لذلك حتى الحزب الديمقراطي وتحالف السيادة حسب معلوماتي سيأخذون اجتماع لدراسة السيناريوهات المقبلة. الاتحاد الوطني الكردستاني اجتمع يوم أمس بحلفاء في الإطار، لذلك هناك اصطفاف سياسي جديد أو موضوعات جديدة، يعني لذلك نحن أمام واقع جديد، على ضوء هذا الواقع ستكون لنا دراسة. طيب الاستفادات السياسية دكتور أحمد نتحدث عنها بعد خروج الكتلة الصدرية من العملية السياسية، هل هذه الاصطفافات اللي عبر عنها سيد أحمد الهركي راح تكون بصالح الكتلة الأكثر عددا اللي راح يشكلها الإطار التنسيقي برأيك، وكيف ستكون شكل هذه الاصطفافات؟ احنا بالحقيقة نخشى من اجترار تجربة 2010 كيف ان تحصل الآن. شوف، احدى الامور التي دفعت سماحة السيد مقتدى الصدر الى الانسحاب هي الاشتراطات التي قدمت من قبل تقدم بقيادة الحلف الروسي والديمقراطي، ايضا رفعوا منسوب الطلبات وقالوا انه 13.9 بالعشرة الموازنة وتتحمل الحكومة الاتحادية أعبار سنجار والمناطق المتضررة وما إلى ذلك، رفعوا من سقف المطالب المادية. هاي التجربة وقعنا فيها بعام 2010، يوم اللي راح المالك إلى مؤتمر أربيل، في
في مؤتمر أربيل كانت أكو هناك جملة شروط وافق عليها المالكي بالمطلق باستثناء كلها نفذت باستثناء قضية المجلس اللي على أساس يديره أياد علاوي في حينها. الاشتراطات كانت كما يلي: أنه الموازنة تصير 17%، رواتب الإقليم على الحكومة الاتحادية على وزارة المالية وأن تعطى وزارة المالية إلى هشار زيباري، رئاسة أركان الجيش والبيش مارك رواتبها على وزارة الدفاع. هاي الموافقات أدت إلى ما يلي: أنه صار ضغط على الموازنة، بدأوا يناورون بالموارد المالية، يسحبون من الوسط والجنوب ويذبون للإقليم حتى يبقون التوازن ويبقون قناعات الإقليم باقية بحكومة يطلق عليها بالحكومة الشيعية. اللي صار شنو؟ أنه إحنا بالضغط ضغط المعاناة بسبب تراجع الخدمات سوينا نقمة جماهيرية واحتقال جماهيري لقواعدنا الشيعية، ولم نوفق في إبقاء التحالف مع إقليم كردستان لأنه عجزت الموازنة وصار عندنا أزمة. السنتين الأولى وفى التزاماته شهرياً، وراها بدت الموازنة ما تسعف على أن وانخفض سعر البترول قامت الموازنة ما تسعف صار بين نارين، ووصلنا لمرحلة بعدها دخول داعش وأزمة داعش وما حصل من آثارها. الآن نفس الاشتراطات عادت، يشعرون أنه يعاني التيار الصدري بوصفه الحليف المنفرد بين القطبين، بدت شروطهم ترتفع، فقال خلي أنسحب أفضل إلي أنا أكرر تجربة المالكي. زين إحنا إلى متى نبقى نتعرض إلى الابتزاز وقواعدكم الجماهيرية؟ يوم عن يوم تزداد احتقالا ونقمة عليكم بسبب الفساد وسوء الإدارة. مناطقنا دمرت، دخلت الأمم المتحدة أحدى وكالاتها قالت أنه أفقر محافظات في العراق هي السماوة والديوانية، الآن ازدادت فقرا. طيب حسوا بيهم، وانت لا تبقى تلقي تنازلات على اعتبار ان الحكم شيعي. من يقول لك الحكم شيعي؟ اي منطق ممكن ان نسقط على النظريه الشيعيه، نظريه علي بن ابي طالب عليه السلام وآل البيت على الاداء الحكومي الحالي؟ فاذا انت عندك خلل هنا يجب ان تنظر اليه. الان خلي يشكلون حكومه، اذا شكلوا حكومه وتعرضوا للابتزاز خلي يبشرون بنقبه جماهيريه وفوضى من قبل الشيعه. ما عاد الشيعه يحتملون، يعني من غير الممكن ان احنا نعيش في مستنقعات في ظل ثورة تقنية. شوف دول العالم وين تتحقق قفزات بالازدهار وبالتطور وما إلى ذلك، وإحنا بين العشوائيات والمستنقعات المائية، ويقول لك مو الحكم شيعي اسكتوا. ما نسكت، ليش نسكت عليك؟ أنت أداءك مو شيعي. فلذلك من تقول لي الكتلة الشيعية الأكبر خلينا ننصف علي ابن أبي طالب عليه السلام وننصف آل البيت، هذا مو حكم شيعي. طيب وين العدالة؟ النقطة اللي تتحدث عنها حضرتك دكتور، الظلم المستضعف ازداد ضعفا. اذا تقول لي حكومة المستضعفين فابشركم المستضعف ازداد ضعفا، والانتهازي والمتملق واللي كان يوجد بصدام الان في مراكز متقدمة ورواتب وامتيازات. طيب. والله اقسم بالله البعثية في زمن صدام ما عاشوا حالة ازدهار مثل ما عاشوا في ظل التحالف الحالي، وهاي نتيجتها تبكلوا من الدولة، وما بقوا تبكلوا من الدولة، بدأوا يسيئون للأحرار والمجاهدين. طيب. وانتظروا الأيام القادمة ايش راح يصير. الأيام القادمة ايش راح يصير دكتور أحمد يقول، وأيضا يتحدث عن النقمة الشيعية. أستاذ محمد، يعني ماذا عن تأثير خروج الكتلة الصدرية كما تشير بعض التحليلات إلى أنه أي حكومة تشكل ربما يكون عمرها محدود في ظل تحريك الشارع؟ لا طبعا الكتلة في عددها الكبير وفي تأثيرها وفي جمهورها تؤثر. أولا من يقدر أن نكون الكتلة الأكبر؟ مع قطع النظر هاي الكتلة تنتج خدمات أم لا، بالنتيجة الكتلة الأكبر تحفظ اسم مكون داخل العملية السياسية، وتحفظ مادة دستورية، وتحفظ وجود أساسي مع قطع النظر قدموا وما قدموا خدمات مخدمات، هي قضية ثانية ومهمة ونصر عليها وأتفق مع كل ما يتحدث بها. بس بالعنوان الأول أنت عندك دستور وعندك دولة، أنت لو أقلية لو أكثرية هذه قضية واضحة، أنت أكثرية إلها معاييرها وإلها نتائجها وإلها تداعياتها وإلها لوازمها، أقلية أيضا إلها بهذا المفهوم. فالخروج هذه المجموعة يؤدي إلى هذه النتيجة، وهذا كان هو اللي العامل الأساسي اللي كان عطل العملية إلى 7 أشهر في التفاوض عليه. لا تقول لي فقط التيار الصدري سار بهذا الاتجاه، قبل إذا يذكر السيد الشريفي
طرحت موضوع الأغلبية السياسية 2010 وقبلها، أيضا كانوا يريدون أن جزء من السنة والشيعة والكرد يشكلون الحكومة والبقية يذهبون إلى المعارضة. طروحات هي نفس اللي قاعد تجينا الآن، سواء السابقة أو اللاحقة، هي تؤدي إلى أن هذا المكون تضعف حقوقه، يضعف وجوده، يضعف مظهره السياسي، تضعف قوته إلى آخره. هاي قضية. ثانيا أن خروج التيار الصدري، هل هو خروج نهائي من العملية السياسية؟ هم موجودين بعدهم بالحكومة وفي قلب الدولة وفي مناصب مهمة من وزارات مهمة، مدراء وحدود 200 وكسور منصب من مدير عام إلى آخره. فقط في البرلمان شو راح تأثر؟ ثلاثة، أنت شلون راح تكون؟ هاي قضية أساسية. أنت مو عندك محكمة اتحادية اشترطت ثلثين في جلسة اختيار رئيس الحكومة، الفارق أنه الأغلب بالجلسة الأولى الأكثر عددا بالثانية، أو عفوا مطابق إلى 222 والأكثر عددا. منين تجيبه إذا أنت عندك 70 كلهم 73 طلعوا؟ قد تتفق معهم أطراف أخرى ما تجي. إذن باقي الأزمة هي مو أنت أعلنت تريد تسوي حكومة ولازم تسوي حكومة، ومن زمان قلنا سوي حكومة، والسيد مقتدى قال لهم روحوا سوي حكومة لو أنا هذا اشتراطاتي مثلا، لكن بالنتيجة أنت شلون في مع قرار المحكمة الاتحادية كل هذه القضية الأخرى؟ أنا شخصيا ما مطمئن إلى وضع البلد بهذه الطريقة، أنه كتلة تقاطع، مسعود البرزاني ما ندري شو قراره، السيد الحلبوسي ما نعرف وين وضعه. اللي يقول لك مطمئن خلي يعطينا شنو أسس الإطمئنان أن دولة تمشي بهذا الاتجاه؟ عندك مكونات منشطرة إلى جهتين والباقية تريد تشكل حكومة، إذا شكلتها قدرت تجمع العدد وقدرت تخلي النصاب وما اختلفت ولا تحاصصت، كيف راح يتم التفاهم بالنتيجة حتى بين الكرد؟ نتحدث عن الاضطراب صار حتى بين الأخوة في الكرد. أستاذ، لو افترضنا سيد مسعود ما أجى إلى هذه الحكومة، هل يكفي أن الاتحاد قادر على أن يحاور الحكومة الاتحادية نيابة عن الديمقراطي؟ وهكذا في هذا التوجه اللي طرحته حضرتك، أنتقل إلى أستاذ أحمد. أكو اختلال يصير كبير بالتأكيد الموضوع. طيب، لما يكون هناك اختلال في موازنات العملية السياسية وليس هذا الاختلال يشمل مكونا واحدا، طيب نرجع إلى الكتل الكردية أستاذ أحمد، ماذا عن خلافاتكم مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن رئاسة الجمهورية؟ هل راح يأثر على سير التوافقات مع الأطراف الأخرى؟ العلاقة مع الحزب الديمقراطي في الفترة الأخيرة يعني تمر بمرحلة جيدة، يعني هناك يعني خلال في 22 من شهر أيار الماضي كانت هناك زيارة للسيد شرفان البرزاني رئيس أقليم كردستان للسليمانية، بعد ذلك حدث اجتماع بين السيد بافر جلال الطلباني وقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني واجتماعات أخرى للمكتب السياسي، أيضا السيد بافر جلال الطلباني زار رئيس الحكومة السيد مسرور البارساني، لذلك هناك أجواء إيجابية، هناك حالة من الهدوء. لدينا أكثر من ملف خلافي يعني مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، ملف عام يتعلق بانتخابات أقليم كردستان، هناك رعاية أممية أيضا لهذه الانتخابات، تكون هناك انتخابات شفافة من حيث الدوائر الانتخابية والمراقبين الدوليين وسجل الناخبين وغيرها، هناك ربما شبه اتفاق لأن هناك مرونة نسبية موجودة من جميع الأطراف، ملفات أخرى تتعلق بالمشاركة في الحكومة، الملف الأهم جزئية رئاسة الجمهورية لأبعادها الوطنية، الاجتماعات لا تزال مستمرة ربما، وأيضا الأحزاب الكردية هي جزء من المعادلة السياسية العراقية بصورة عامة، يعني هناك نوع من التداخل والتأثير، يعني أي حدث سياسي يحدث في العراق يعني في المشهد السياسي العراقي بصورة عامة يؤثر بصورة أخرى في الداخل الكردي، لذلك كرديين الأجواء إيجابية، ولكن لحد الآن لم يتم تبلور موقف موحد فيما يخص جزئية اختيار رئيس الجمهورية، ولكن نعول أن يكون هناك حل لهذه الجزئية بانتظار ما سيسر عنه أيضا الوضع السياسي العراقي بصورة عامة بعد استقالة الكتلة الصدرية وتداعيات ذلك على المشهد السياسي بصورة عامة، لأن هناك أيضا يعني الاستقالة نحن نتحدث عن كذا سيناريو، هناك من يقول نحن أمام عطلة تشريعية، وربما موضوع الاستقالة هو جزء من الضغط على الأطراف السياسية الأخرى، النواب البدلاء يعني موقفهم قانوني لن يأخذ وضعه الطبيعي إلا بعد أداء القسم، يعني هذا حسب يعني عمل مجلس النواب، لذلك نحن أمام 30 يوم، نحن أمام عطلة يعني تشريعية، لذلك حتى ربما الأخوة في التيار الصدري في حساباتهم هم لوحوا يعني استخدموا خيار
الاستقالة الجماعية بانتظار ما تسفر إليه التطورات اللاحقة، لأن التيار الصدري رغم انسحابه في المجلس النواب فهم لا زالوا يمتلكون الشارع. نحن هنا لو تحدثنا في منطقية لديهم وجود مؤثر في الشارع، ولكن نتمنى أن تكون لغة الحوار والمنطق واللغة الدستورية واللغة القانون هي السائدة، لأن اللجوء إلى الشارع ربما هو خيار مشروع، ولكن الشارع له بداية وليس له نهاية، وغالبا الشارع يحمل مفاجآت. أنا أعتقد الشعب العراقي لا يتحمل المزيد من المفاجآت، علينا أن نفضل المصلحة الوطنية العراقية. أنا برأيي نحن نجمعنا الكثير من المشتركات، نعم، الدستور والقانون والتفاهم والحوار سواء بين الشركاء أو أخوة المكون الواحد أو الفضاء العراقي الأوسع الذي يعني يستوعب الجميع لو فكرنا بعقلانية ومنطقية بعيدا عن الإخطاء والتهميش. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد الهركي، البحث في الشأن السياسي، حدثنا عبر سكايب، وشكر كثير لحضرتك الدكتور أحمد الشريفي، البحث في الشأن السياسي والأمني، أثريت الحوار في هذا الملف. تفضل البقاء معي أستاذ محمد الصادق الهاشمي كي نتابع مشاهدي الأحبة بعد الفاصل. من قانون مجحف بحق الشعب إلى قانون ينصف الطبقة الفقيرة، قانون الدعم الطارئ تغيير جذري يقف خلفه الإطار الشيعي. تعديلات والإصلاحات تدخلها الإطار الشيعي على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، يراد منها تعديل أبواب الصرف لصالح مستحقيها من الطبقة الكادحة من المواطنين، وكذلك شمول مفسوخة عقودهم من أبناء الحشد الشعبي بالأموال اللي خصصت لهذا القانون بعد أن كانت أبواب الصرف في الصياغة الأولى من تمريره تخدم الفاسدين من الشخصيات المتنفذة. إذن كل هذه التداعيات راح نناقش تفاصيلها، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل علي حبيب. قانون الأمن الغذائي وبعد التصويت عليه وتمريره بالأغلبية المطلقة، إلا أن هناك بعض الشبهات التي تحوم حول بعض من أبواب الصرف غير واضحة المعالم وتقدم نواب بطعن أمام القضاء لما تحمله بعض من مواد القانون لشبهات فساد وغموض في تنظيمها، لكن الترجيحات تشي بأن المحكمة الاتحادية سترد الطعن وفقا لمقتضيات المرحلة. لعل الأطراف التي ستعترض عليه لا تجد بدا من أن تذهب باتجاه المحكمة الاتحادية للطعن به. الإطار الشيعي بنوابه استطاع إجراء تعديلات كبيرة على النسخة المقدمة من اللجنة المالية قبل التصويت على القانون، منها إضافة فقرة تلزم الحكومة بتنفيذ القانون بما لا يتعارض مع القوانين النافذة، وأخرى تتعلق بتقليل المبالغ المقترحة للقانون إلى 25 تريليون دينار، ومتعلقات أخرى صوبت القانون باتجاهه الصحيح. نحن قد ضمننا من خلال هذه المادة أننا لم نشرع في مجلس النواب وهو على سلطة تشريعية قانونا يخالف قرار المحكمة الاتحادية ويخالف الدستور. إذن الأصل الذي كان يعترض عليه إطار تم تصحيحه من خلال هذه المادة. بعد ذلك انتقلنا إلى تعديل المواد، فأضفنا الكثير من المواد التي فيها خدمة لصالحنا والناسنا والجمهورنا دون أن نرفع السقف. أولا نزلنا سقف القانون من 35 تريليون إلى 25 تريليون. ومع مغادرة القانون قبة التشريع تقع مسؤولية مراقبة الأموال على أعضاء المجلس النقابي عبر تشكيل لجان رقابية تعمل على توزيع الأموال المرصودة وفق ما خطط لها في جلسة التصويت لضمان حفظها من العابثين. فخطوة الإطار فوتت الفرصة على من أراد أن يصطاد بالماء العكر ويصدر أزمة بتهم جاهزة. علي حبيب، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا، وجد ترحاب بضيفي الكريم الأستاذ محمد صادق الهاشمي. حياك الله أستاذ محمد، ضيفي الكريم مجددا، وأرحب بضيفي الكريم أستاذ مصطفى حنتوش الخبير المالي والاقتصادي. حياك الله أستاذ مصطفى. أستاذ محمد، يعني إذا ما أردنا أن نقارن بين صياغة القانون قانون الأمن الغذائي بصيغته الحالية ومضمونه السابق، يعني
كيف نجد تغييرات خصوصا بما يتعلق بالمفسوخة عقودهم، أبواب الصرف من شرعنة الفساد إلى مبالغ تخدم شرائح معينة من العراقيين؟ شوف، هذه لازم تنحال إلى خبراء، أنا ما وارد جدا في هذا القضية، لكن أريد أشير إلى قضية أحترم بها الرأي العام. إلى قبل الإقرار بيوم كان أغلب المتحدثين من القيادات ويرافقهم الإعلام وأنا أيضا نقول أجيبهم بالأسماء لك بتغريداتهم وبكلامهم وبتصريحاتهم بمداخلاتهم بالبرلمان. أولا وصفوه أنه قانون النهب، اثنين وصفوه أنه مخالف للدستور بالأسماء، أقدر الآن أذكر لك، والتغريدات موجودة الآن في هذا موبايلي، تغريدات موجودة، مؤتمرات عقدة قالوا هذا نهب وهذا مخالف للدستور، وهذا حتى مسعود البرزاني يتخلص من قانون المحكمة الاتحادية اللي ما تسمح له بالنفط فيما لو ذهبنا إلى إقرار الموازنة، وطلعت فلانة النائبة من الجهة الفلانية وقالت هذا ما مستفيد منه الجنوب، يذهب إلى الكتلة أو المكون الفلان الفلاني، وغدا سأرسل التقارير الكاملة حديث واحد واحد لكل المكونات. لما أشترط تمرير القانون، اسمح لي أنتوا ليش من الأول، اسمح لي، لماذا السؤال من اليوم الأول قولوا يا بعدنا تعديلات عليه، من اليوم الأول اشتراطات ويعني إجراء تعديلات والموافقة قبالة أنه تجرى تعديلات عليه، يعني ما نقلب رأسا على بالإعلام يقولون احنا الآن نقبله، لا يقولون انه هذا النهب الغذائي، لا يقولون هذا مخالف للدستور، لا يقولون للرأي العام انه هذا كذا، مو انت امامك رأي عام يسمع منك تقول هذا قانون النهب العام وهذا قانون مخالف للدستور، قول عمي هذا القانون انا اريد اجر عليه تعديلات، من اليوم الاول يكون كلام واضح امامك. حضرتك ايضا تقول بانك كنت غير مقتنع بهذا القانون بعد اجراء هذه التعديلات، يعني صارت حالة قناعة على أقل تقدير لدى مركز حضرتك؟ لا، أنا شخصيا ما أقولها للتاريخ، التعديلات اللي حصلت لا تساوي قيمة التريليونات التي أقرت. طيب، وسوف تعطي إلى الحكومة الآن حكومة التصريف شرعية البقاء بيتها مال وبيتها سلطة، يعني إلى تداعيات سياسية يا أخي، إلى تداعيات دستورية، إلى المحكمة الاتحادية اللي أنتوا قالت هكذا قرار غير شرعي، انتوا جيتوا الاطار خالفتوا بنفسكم واجمعتوا انتم والجهات الاخرى على مخالفته، باكر ماكو قيمه لقرارات المحكمه الاتحاديه، تريد تبرر لهذا كله بكم تعديل حطيته، مو شكل هذا. طيب استاذ مصطفى، لما نتحدث عن كلف واقيام هنا ايضا نتحدث هل ان حكومه تصريف الاعمال قادره على ان تتعاطى مع ما وضعه الاطار من سلم مالي لصالح الشرائح اللي اراد انتشالها من حاله الفقر المتفشي؟ بداية نرحب حضرتك ونرحب بضيفكم الكريم ومشاهدي قناتكم الكرام. لا، حقيقة أنا لا أعتقد حكومة تصريف الأعمال قادرة على التعامل مع هذه الأرقام، لأن إحنا الجوانب التشغيلية والرواتب ممكنة تذهب مباشرة للمستحقات والرواتب وغيرها. جوانب الاستثمارية بنسبة 1/12 متلكية، عندنا 7000 مشروع متلكي، أنت قانون أمن الغذاء الطارئ، أنا أعتقد يعني أجبر رئيس النواب على أن يضيف حقيقة بما قيمة السلاح نشرحها 9 تريليون دينار إلى مخصصات لمشاريع جديدة في المحافظات والبترودولار والمناطق المحررة وغيرها. هذه المشاريع أنا متأكد أنها سن تذهب إلى الشارع أو للاستثمار، لا، هذه سوف تذهب إلى بعض النسب من الإنجاز، سنة الجاية ما عندنا هذا الإيراد اللي تحقق الآن، راح تنخفض الجانب الاستثمار، راح تنترك تندثر هذه المشاريع. حالها 7000 مشروع الآن متلكي، خلينا نحكي به بالأرقام أستاذ أحمد حتى يكون واضح للمشاهد الكريم. هذا القانون بأرقام حقيقية راح تصرف على الشارع وبأرقام لم تصرف، مثلا وزارة التجارة 6 تريليون كانت 8.5 تريليون تم تقييمها 6 تريليون جيد، بين خزين استراتيجي بين توزيع 12 حصة بدل 6 خزين استراتيجي، هذا جيد الموضوع زين. تحسين رقم 2 وزارة الكهرباء 4 تريليون، نعم دفع مستحقات الغاز، نحن قابلين على صيف يعني مع ارتفاع اسعار الغاز، هذا يعني موضوع ضروري زين. رقم 3 انتبه لهذه النقطه، تنميه الاقاليم المحافظات غير المنتظمه في اقليم توزع حسب النسب السكانيه والفقر لكل محافظه على ان تخصص 30% محافظه بغداد وعمارة بغداد 8 تريليون. هاي ال 8 تريليون ما ماكو وجود بها جزء، 20 مشاريع عندنا بهن الاف المشاريع اللي متلكي المحافظات والاقاليم، ليش ما قالوا العمل بالمشاريع المتلكية تفعيلها
ليش مشاريع جديدة؟ هاي 8 تريليون حتذهب مباشرة إلى جيوب الله أعلم منهم. زين وزارة العمل 1 تريليون، زيادة العائشة مع هذا صحيح الفقرة. المحاضرين والإداريين على رأسنا 1 تريليون، هذا أحسن فقرة موجودة حقيقة. زين نكمل. تخصيصات البترودولار وتوزيع المحافظات المنتجة وغيرها، هاي الحلقة 1 تريليون، هذا هم واضح مبهم هذا الموضوع، هم استثماري مبهم. شنو التخصيصات؟ وين راح تروح؟ شنو المشاريع؟ ما مذكورة بالقانون. فبالتالي هاي توقعات اللي تذهب مباشرة إلى جيوب بعض المنتفعين. وزارة الزراعة 900 مليار صحيحة، راح تزيد حقيقة شراء وغيرها. طيب زين وزارة النفط 600 مليار، هذا لأجل بعض الأمور خاصة وزارة النفط ممكن. وزارة الإعمار والإسكان 500 مليار ممكن طرق جديدة. زين مصروفات طارئة 100 مليار. أيضا يعني المحافظات تم تخصيص لها مبالغ في هذا القانون. خليني أسأل أستاذ محمد، اليوم لما نتحدث عن مبالغ طائلة خصصت للمناطق والمحافظات المحرومة كشرط أساسي لتصويت الإطار التنسيقي على هذا القانون، قانون الأمن الغذائي، كيف يمكن أن تحدثونا عن موقف الإطار أستاذ محمد في هذا الموضوع وكمية المبالغ التي خصصت للمحافظات؟ شوف أنا ما أريد أتحدث إطار ولا جهة أخرى، أرجوك أنا محلل سياسي، أنا أمام موازنة بالفائض المالي اللي حصلناه من ارتفاع أسعار الدولار. طيب وفرة مالية وفرة مالية وجدت، ما نقدر ما أعرف للسبب الحقيقي كمركز دراسات، واتصلت بأساتذة اقتصاد في جامعة بغداد وفي الجامعة المستنصرية وحتى بالقانون، هو شنو المانع اللي انتم سمح اذا سمح لكم الدستور او القوانين ان تصوتون على قانون الامن الغذائي؟ هذا ما يسمح لكم على بعض فقرات الموازنه وتمشون دوله بكاملها بكامل تفاصيلها؟ شنو المشكله؟ هاي قضيه رقم واحد. طيب اثنين، مثل ما تفضل الاستاذ وانت عرفت بعنوان خبير اقتصادي او محلل اقتصادي، كم فقره هو ذكرها غير مقتنع بها؟ هذا عدم القناعة اللي تحدث بها كخبير اقتصادي معناها عندنا مشكلة تنضاف للمشاكل الأخرى. أنت صوتت على تريليونات باكر توصل لو ما توصل، تروح تقول ذني كم ما وصلن وهذني كم مو مشكلة؟ يعني هسه هاي المشكلة خلينا نعالج اللي هو تحدث بها. عندك مشاريع متلكئة بالآلاف يا أستاذ راح تندثر بعد سنة ما إلها وجود، يعني هدرت مليارات من الدولارات، مشاريع مستحدثة راح تصير وراح تصير وراح تروح تنتقل للمستحدثة. كم صوتت الى مثلا الى المدارس؟ اريد اعرف السماوة الان عايشه الفقر والعماره والبصره الناصريه الكوت واصد للفرات الاوسط، انا اريد اعرف ايش قد راح يجي هنا. اتحدث استاذ اتحدث تماما واقول هذا القانون مطابق لحاجه المجتمع العراقي في هذه المرحله، بس قنعني ان انت المبرر الدستوري والقانوني اللي طاك ان تشرع أي جهة كانت، أرجوك أستاذ تشرع قانون أمن طارئ وتترك الموازنة يا سند قانوني، شنو اللي شلون مشيت بهذا حتى أقتنع؟ هذا قبل كل شيء. فإذا وجد لديك هذا السند والمحكمة الاتحادية ما حاكيها وما قايلة وما قايلة القرارات ذات الصبغة المالية ما لكم حق بها، ديش الساعة نحكي نقول يا بها هذا القانون حقق بعض الشيء، أنا لا أنفي أنه لم يحقق شيئا، ولكن بشرط اليد الأمينة اللا محاصصات اللا نهب. أنا أتكلم بألم وأنا أعرف وين راح تروح كثير من الأموال، وليس متشائم، أتمنى الخير وأتمنى ينطون، وأتمنى من 2003 إلى الآن أنا كنت واهم محالم، هسه راح يطون بهذا الأمن الغذاء الطارئ مو شكل عمي. الآن إحنا أمام أزمة كبيرة، أنت أهملت المشاريع القديمة جيتوا للجديدة، أنت تتنفذ هذه الجديدة ينفذها حكومة السيد الكاظم اللي هي مثلا حكومة تصريف أعمال، أنتوا إلى الآن ما مشكلين المن هاي التريليونات منو راح يصرفها؟ عمي هذا التساؤل، اسمح لي قاطعك سؤال، شوف يعني يكون بالدرجة الأساسية للوظائف، نعم يكون للأكل للشرب للطاقة للغاز للصحة، لأن إحنا الأكو أزمة عالمية بال 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 بالعالم لشراء الطحين. شو يومية طلعونا تقرير إنه إحنا راح يصير عندنا شحة بالمياه، عالجتوها؟ طيب بنيت السدود، عندكم شحة الآن بالغذاء، عندكم شحة بالدواء. موضوع مالي مهم جدا طرحته حضرتك أستاذ مصطفى، يتحدث ضيف الكريم عن أبواب الصرف على ما يبدو، يعني السياسة المالية المتبعة تتوافق مع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي من حيث آلية الصرف في توفير المبالغ المخصصة لهذا القانون؟ نعم تتوافق، لأن احنا الواحد على 12
نعتمد على الموازنة 2021 في حال غياب موازنة السنة 22. نعم. إجا بهذا القانون ضيفة على الواحد على 12. فبالتالي مثلاً وزارة التجارة إذا كان في الموازنة العام الماضي وقت 3 تريليون لا نضيف لها 6 صارت 9 تريليون. فنعم أكو مستند قانوني أصبح لزيادة المبالغ. وأنا أتفق مع ضيفك الكريم، أكو يعني ارتفاع أزمة عالمية في الغذاء في أسعار الوقود، فأكو مبررات لجزء من هذا القانون. لكن الجزء الآخر من القانون نحن منصدمين أستاذ أحمد. نعم. إحنا دا نحكي عن دولة بها 7000 مشروع متركب، عن 300 مليار دولار هدرتها وزارة التخطيط العراقية بين مشاريع متلكئة، بين مشاريع تلكئت وأكملت، بين مشاريع متلكئة إلى اليوم، بين مشاريع محذوفة، بين مشاريع فقدت قيمتها الاستراتيجية. 300 مليار دولار، شنو السبب؟ السبب إن إحنا كل ما جتنا فلوس نضيف مشاريع جيدة، نضيف مشاريع جديدة. سنتي وراها ما تجينا فلوس نوقف كل المشاريع، تندثر تطلع سنتي وراها نرجع نصرف، هاي فوضى في الاستثمار. قلنا لهم تعالوا خلينا نسوي أدوات التحوط المالي الثلاثة. أول شيء نسوي صندوق استراتيجي نخلي بيه الفلوس، هذا الصندوق ما يتجاوز قانون الإدارة المالية اللي لازم تسقط التخصيصات، لا تبقى بيه الفلوس. اثنين، الصندوق يقوم يمول على أساس شنو عمر المشروع، يعني مو تخلي بيه فلوس يقول لك أنت خليت عندي فلوس أنا أقدر أسوي لك بدل 10,000 مشروع أسوي لك 1000 مشروع، بس 1000 مشروع فلوس شبيهة على مدى حياة المشروع موجودة الفلوس بالصندوق. هنا ماكو مشروع حيتلكى، واللي يتلكى اكو سبب. نعم. بينما احنا بده يصير عندنا لا نستخدم قانون الإدارة المالية سنة واحدة تلكى عادي طلع. ثلاثة، أدوات التحوط المالي، قلنا بعد ما ندخل الدولة بمشاريع حقيقة الكهرباء والصناعة، هاي المشاريع تكلف مليارات، صرفنا على الكهرباء 60 مليار دولار، وينها الكهرباء؟ صرفنا على الصناعة 30 مليار دولار، وينها مصانعنا؟ بالتالي حتى النفط استثمارات النفط جدا مرتفعة، وبالتالي حقيقة توقف بعض الأمور. هذا اللي عمق استراتيجي ضخم على الدولة، احنا دولة فاسدة خلنا نعترف. فأنت ما تجيب لي عمق استراتيجي في ايش دولة، ايش دولة تجيب الكهرباء استثمار، تجيب الصناعة استثمار، تجيب النفط جولات تراخيص، هذا واقع. الفلوس مالتك تروح تكمل بها مشاريعك الواضحة، ميناء الفاوس، أسواق مركزية، تشغل نفسك مترو بغداد، تشغل نفسك، مو تصرف فلوس على كهرباء وغيرها، ماكو، هم نصرفوا على مشاريع بعقم استراتيجي. فنحن مصدومين من جانب الاستثمار بهذا القانون، يعني نفس الوضعيه، الاستثمار بده يزيد مشاريع، سنه الاخ انا اقول لك سنه الاخ هاي المشاريع كلها حتوقف، لان ماكو ايراد مثل هاي السنه. خليني اسمح لي مصطفى انه من الدقيقه الاخيره لضيفي الكريم استاذ محمد، لما نتحدث عن ما ورد في هذا القانون، يعني الـ الاطار الشيعي وقف في هذا القانون مع المفسوخه عقودهم من ابناء الحشد الشعبي، هل بالفعل استطاع الاطار ان يثبت وجوده بعد ان كان غير مقتنع، ومن ثم كانت هناك اشتراطات وتم التصويت عليه؟ انا ما اتحدث باسم الاطار ارجوك، وهذه يعني انا كمحلل تسالني، لا اقول هذا القانون حقق بعض الاشياء ايجابيه لكنها الى جانبها سلبيه، فالمفروض تعالج مثل قانون التطبيع، تجريم التطبيع. نعم. مو انت تريد تجرم التطبيع وعندك قوانين سابقه نافذه، منين جبت لي فقره انه تسمح للزيارات الدينيه؟ وش قد راح تفتح لك انه انت مطل وزاره الخارجيه الداخليه الاذن ان هي تشرع قوانين لهذه الزيارات؟ هاي ثغرات يجب ان تغلق. انت انا احكي على برلمان منتخب مثل امه، مثل استراتيجيه الدوله، قانون الأمن الغذائي بينما بين الله. أنا قبل أن يتحدثون الأخوة في الإطار في رفضه والطعن بي يسموه ما سموه، أنا كنت كتبت مقال قلت لا مو هالشكل، إحنا نمر بأزمة عالمية، نحتاج طحين، نحتاج وقود، نحتاج تصغير. وأيضا كانت التظاهرات من قبل المفسوخة تسمع أقول. لا كنت أنا أدعي بهذا، لا تسبون القانون من البداية، ترى تحتاجون وتتراجعون، لا تذم الناس تحتاج شلون كلام. قولوا احنا هاي شروطنا من الاول، 3 مقالات انا كتبت نشرتها في قلم وفي كل المواقع. نعم. فانا مو ضد القانون ارجوك، ولكن اولا في ان لا نتحدث على القانون بشيطنته ثم نشرعه، ما تبقى لك امام الدوله قيمه وامام عفوا لجمهورك. اثنين، انا اريد، وهذا الاخ الاقتصادي احترم انا التخصصين ولك انت وللمجتمع حتى انا اطلع مشتبه، ايش قد نسبه الانجاز الايجابي؟ نعم. الى
الثغرات الموجودة في هذا القانون. سألت كل الخبراء يقولون لا تشكل المنجزات دون 40% إلى الثغرات الموجودة. هذا قانون يجوز أنا مشتبه وأتمنى منه عاد يتصل بي يقول اشتبهت. إحنا أيضا ما نتصل ولكن استبنا واستطعنا آراء متابعي موقع قناة الأيام الفضائية حول هذا الموضوع وسألناهم هل تعتقد أن الإطار الشيعي سيجعل من قانون الأمن الغذائي مناسبا لتطلعات الشارع الغذائي؟ 79% قالوا نعم، 19% قالوا كلا، و 2% تحفظوا على الإجابة. أستاذ محمد صادق الهاشمي الباحث في شأن السياسة، أنا ما أعتقد باستطلاعات القنوات تسمح لي. نعم. مؤدلجة، أنا استطلاع عندي الخاص بي لمتابعي موقع قناة الأيام الفضائية. احترمهم. نعم. ضيفي الكريم الأستاذ مصطفى حندوش الخبير في الشأن الاقتصادي، شكرا جزيلا لحضرتك. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. لقاؤنا في الغد يتجدد بمشيئة تعالى، في أمان الله.